اليوم وديناكم المغرب، وتحديدا اليوم احنا في بيت السفير المغربي سعادة السفير مصطفى بن خي وحرمه وفاء بن خي، اللي راح تكلمنا عن العادات والتقاليد الرمضانية المغربية واحلى الاكلات، وراح تكلمنا بعد عن الحريرة. شنو هي الحريرة؟ خليكم ويانا. طبعاً ما أقدر أوصف لكم جمال السفرة المغربية والتنوع الأطباق اللي موجود فيها، شيء جميل ورائع. مدام وفاء، بس تكلمينا عن أحد الأطباق الموجودة على السفرة. أنا راح نبدأ نتكلم لك على أهم شيء في السفرة المغربية اللي هو الحريرة. باش تعرفوا أشنو هي الحريرة، لأنه طبق رئيسي في السفرة المغربية في رمضان أو في مائدة رمضان في المغرب. من المغرب كله لازم تكون الحريرة. الحريرة كيف ما قلت لك، احنا كناكل حلو مع مالح، فالحريرة كناكلوها مع الشباكية. جميل. ومع البليغات تاع الجنجلان أو السمسم، ومع البريوات. البريوات اللي هي عندنا في البحرين سمبوسة. انتو كتقولوا لها السمبوسة. سمبوسة في المغرب تقولها. نقولها البريوات. أيوة. جميل جدا. هذا أعتقد طبق سمك، لأن ريحته تحطي على سمك. هذا سمك سردين. إحنا في المغرب كنحبوا السمك كتير. بزاف كنبغيو السمك، فكان والسردين طبق شعبي مغربي، فتقريبا جميع البيوت يكون موجود فيها الا يكون في يوم من ايام رمضان السردين. مش الشهر كله، ماشي الشهر كامل، ولكن في يوم من الايام خلال شهر رمضان الا لازم يكون السردين او اسم انواع اخرى من السمك. وطبعا كنطبخوه بطريقه تقليديه اللي هي هذه. دابا تذوقوه ان شاء الله وتعرفوه الطعم ديالو. هذا الطبق هذا سلو. سلو هذا كنعملوه باللوز وبالدقيق المحمر. هذا طبق مالح ولا حلو؟ هذا حلو كمان. حلو كمان. احنا في المغرب بنخلط الحلو مع المالح على السفره الواحده. على السفره الواحده، لانه كنقول الواحد كيكون صايم كيكون محتاج لطاقه، علشان من هذا هو السبب اللي كيخلينا اننا ناكلوا الحلو مع المالح. ولكن الفطور في المغرب كيتم على مراحل. كنفرقوا الصيام بالحليب او العصائر او التمر، وكنروحوا نصليوا صلاه المغرب وكنرجعوا. كاين اللي كيبدا بالحريره على حسب المناطق، كاين اللي كيبدا بالشاي المغربي وكياخذ معاه الملاوي او المخامر او البغرير. هذا البغرير. أي. جبتي طار المشروبات، شو المشروبات اللي عادة تكون موجودة؟ عصائر. بنحط مثلا لما نفرق الصيام كنفرقوه بحليب، حليب مع زهر. ماء الزهر. ماء الزهر. أو عصائر، عصير برتقال، يعني عصائر متنوعة. ما في عصائر مميزة تكون موجودة؟ لا. في هذا الشهر؟ ما عندناش. احنا هنا عندكم قمر الدين. احنا ما عندناش هاد قمر الدين، عندنا عصائر حليب، عصائر فواكه، حليب ولوز، يعني هذه عصائرنا. أو الشاي المغربي، لأننا كنعتقدوا أن الشاي المغربي كيحيد العطش. أوكي، يعني في اعتقاد أن الشاي المغربي. والشاي المغربي يعني وعن تجربة، مش يعني أنه لما كتكون صايم لما كتشرب الشاي المغربي سبحان الله صيامك كيكون أسهل. ففيك ناس بزاف في المغرب في فترة السحور كيشربوا أتاي مغربي قبل ما يروحوا يناموا. السفرة رائعة. الله يخليك. جميلة جدا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ما قصرتين على التنوع في الأطباق. شرفتونا. رمضانية المغربية. أهلا وسهلا. شرفتونا ورمضان كريم. يا رب. وإن شاء الله الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والهنا إن شاء الله بإذن الله. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله.